ستر نعمة عظيمة قوي، وأكبر رزق من ربنا إنك تعيش مستور وحامد وراضي، راضي بكل حاجة بتحصل وكل شيء حواليك. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا العمل الصالح والأجر المضاعف، وارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم أمين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من احنا لبعض. حلقتنا النهارده هيكون ضيفنا فيها فضيله الشيخ ابراهيم الدسوقي، واحد من علماء الازهر الشريف، واللي هيكلمنا عن فضل الصدقه الجاريه ودورها في فك الكروب وشفاء الامراض وتيسير الامور، ودور مؤسسه فعل خير الخيريه في حفر الابار وبناء المساجد وتوصيل المياه ومساعدة الغير قادرين. مش كل الرزق مال، لا، للرزق أشكال وألوان. حقيقي في رزق بيبقى في صحتك وعافيتك وحكمتك، في رزق بيبقى في بيتك وزوجة صالحة وولادك اللي تقدر بعد كده ترمي الحمل عليهم، في رزق بيبقى في ستر ربنا، انك تيجي الضيقه ولكن بمجرد ما بتيجي بيجي معاها على طول انك تكون مستور، ما تمدش ايدك لحد بره. سبحان الله، تيجي تقول يا ربي سبحانك، انا لسه حالا كنت واخد الفلوس من فلان، انا لسه حالا كانوا مبلغيني زيادة من المكتب أو في الشغل، أنا لسه حالا كانوا بيكلموني بيقولوا لي ده ما فاتش أسبوع، ويجي بعدها دقيقة تلاقي نفسك مستور، ما مدتش إيدك لحد. مجرد ما تجيلك الحاجة دي تلاقي ربنا بعتلك فرح، بنتك تتخطب والعريس على الباب. في أمور كده لازم نبقى عارفينها كويس، لأن هي مش بس ستر ولا بس نعمة ولا لا لا، هي أفضل الأرزاق وأكرمها. يجي مثلا موقف تمر بيه تقول أنا كنت قلقان قوي وكنت خايف قوي بس ربنا سترها معايا، تبقى عامل تحاليل ويبقى الدكتور اللي انت رايح له مقلقك ومخوفك، بمجرد ما يشوفها يقولك لا انت الحمد لله كويس، أو مجرد ما تغير الدكتور يبقى في وجهة نظر تانية خالص، تلاقي نفسك هديت وبقيت تقول يا رب اللهم لك الحمد سترتها معايا، أنا كنت خايف قوي. حاجات كتير قوي رزق لمتنا في بيوتنا وقعدتنا على تربيزة واحدة أو على سفرة واحدة، دي رزق. نفوسنا الصافية لبعض، بنتخانق بس بنصفى بسرعة، محدش فينا بيمسك يعني قوي على التاني، مفيش خصام بيدين بينا شهور طويلة، مفيش عداوة بتدخل قلوبنا، ده رزق. حاجات كتير قوي رزق من ربنا سبحانه وتعالى. طب انتوا عارفين حتى لما بنسيب الدنيا ونمشي ونلاقي حد عليها فاكرنا، ده رزق. تعالوا بقى نتكلم من منهج ربنا سبحانه وتعالى ودستوره العظيم القرآن الكريم وسنة نبينا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في ده قوي ونسمعه من أهل العلم. ابقوا معنا. اهلا وسهلا بيك يا مولايا، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك. وفي يوم جمعه وفي يوم مطر وفي يوم مدد ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا، اكرم البلاد كلها بالمطر، اللهم اغسل به همومنا وغمومنا ويسر به امورنا يا رب العالمين، واجعله مطر خير وبركه على امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم امين يا رب العالمين. شيخ ابراهيم، يمكن حاجات كتير جدا بنبقى متجاوزين في حساباتها، ما بنيجي نقول ربنا رزقني طبيعي او بشكل مباشر كده نفهم ان الرزق ده مال.
فيجي يقول لك انا ربنا رزقني النهارده. طب كام يوم فات ربنا رزقنا ستر وصحه وعافيه وسعي واراده وعمر؟ هو مش كل الرزق مال؟ اكيد لا، مش كل الرزق مال. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب هي بدل نعمة واحدة يبقى أعد إزاي؟ أيوة، يبقى هو مش محتاج عد، هي نعمة واحدة. لا، من الذي قال ذلك؟ إن كل نعمة من الله سبحانه وتعالى بداخلها نعم كثيرة تستحق الشكر عليها، تستحق الذكر عليها، تستحق الثناء عليها منا إلى واهبها، وهو الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الحياة بالنسبة ليك رزق، وأن تكبر وأنت في طاعة الله رزق، وأن تحفظ القرآن رزق، وأن تكبر في بيئة إيمانية طيبة هذا رزق، وأن يعطيك الله سبحانه وتعالى ما يغنيك عن الآخرين ده رزق، وتكبر وتتعلم وتأخذ شهاداتك هذا رزق، وأن يرزقك الله زوجة هذا رزق، وأن يعطيك الله الولد هذا رزق، الولد أو البنت بالقدر، الخلفة الطيبة هذا رزق، وأن يكبروا في راحتك وعزك هذا رزق، وأن يعطيك الله من أجلهم وراحتهم هذا رزق. كل لحظة بتعيشها وأنت تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى أكبر رزق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: استنى بس، استنى أيها الإنسان، من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي ويشكر لنعمائي فليختر له ربا سواي بعد أن يخرج من تحت سمائي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أنت موجود، أنت موجود، وأعطيتك كل شيء، صحة بها تشكر وتذكر وتعمل وتنتج وتساعد الآخرين. هنا هذه النعمة وهذا الرزق يحتاج منك الشكر. الصحة عاوزة شكر؟ شكر إيه للصحة؟ وانتوا بس عمالين تقولوا كلام كده وخلاص. لا، استنى، الصحة ديت نعمة ورزق يحتاج منك ان تشكر الله سبحانه وتعالى عليه. صح. كيف اشكر الله على الصحة؟ لو لقيت حد واقع امد ايد اشيله، لو لقيت حد عاوز مساعدة اروح اساعده، لو لقيت جاري في كرب اروح واقف جنبه لحد ما يفوق من الكرب بتاعه. المال نعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة وأكبر نعمة تحتاج منك الشكر. شكر النعمة أن تتذكر طلبات المنعم فيها، وهي أن تخرج الصدقات، أن تخرج الزكوات، إن كانت أرضا فلك فيها نصف العشر، إن كانت مالا مدخرا فلك فيها 2.5%، إن كانت في جيبك فهي صدقات يومية. وانا فاكر كويس حضرتك في حلقة من الحلقات اللي انا سمعتها بتقولي حضرتك ان الواحد الايام دي يصدق كل يوم. صح. ولو بجنيه. صح. عود روحك على العطاء، عود روحك على البذل، عود روحك على الانفاق، ولا بد ان تأخذ بجوارك ولدك حتى يتعلم منك، فان قضى عمرك تركت اثرا طيبا ويكون امتدادا لك. فالرزق ليس في الفلوس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا نطلع نشوف صدقتنا الأولى فين النهاردة ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. والله انا ما كنت مصدق ان انتوا هتوبوا ولا تركبوا لي العداد، بس انتوا جيتوا لي بسرعه يعني ما عوقتوش عليا. ربنا يحميكم ويبعد عنكم شر امراض الدنيا ويبارك لكم في صحتكم. كل شيء يعمل مع اليتامى حاجه ربنا يبارك له في ماله وفي عياله وفي صحته، ويبعد عنه شر المرض وشر المستخبي هو واللي زيه. صدقه
السلام عليكم. عليكم السلام. اللهم وسع فيك. ازيك؟ الله يبارك لك. مبروك مبروك. مبروك الميه. الله موسع في رزقك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم اكفك شر المرض. بسم الله ما شاء الله. ايوه والله العظيم فرحة النهارده ما تتقدر. فرحة النهارده ما تتقدر بيكم. والله ما تتقدر بيكم. يا ألف يا ألف 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 شكر. انا مبسوطه منكم. ربنا يكفيكم شر طريقكم ويحاديكم من كل وحش. والف شكر اللي انت جبت لي العداد وسترتني. ربنا يستر. طب انت مش عاوزه مننا حاجه ثانيه؟ سلامتكم. عاوزه بس تدوب لي شاتر واحد عقد البيت. فعلا البيت ما فيهوش سقف. المره اللي فاتت قالوا استروني بشويه ميه واحنا جبنا لها الميه، وعشان هي عشمانه وعشان هي واثقه جدا في مؤسسة فعل خير عاوزة النهاردة السقف. مين اللي هيكمل جميله؟ مين اللي هيجبر خاطر الست دي عشان يسترها عشان ربنا يستره؟ يعني احكي لي بقى قصة متبرع من المتبرعين دول بيتواصل معاك ويقول لكم ايه؟ الحقيقة يا أستاذة احنا عندنا مئات القصص اللي تخلي الواحد والله يعني بيبقى سعيد. الأول ربنا سبحانه وتعالى لما اختار لينا اسم المؤسسة اختار اسم المؤسسة عشان السادة المتصدقين. فاسم المؤسسة فاعل خير. انت فاعل الخير لأن المؤسسة دي بتاعتك انت. المؤسسة دي بتاعتك انت. كل ما تسند فيها، كل ما تقف جنبها، كل ما تتصدق فيها، كل ما الاجر هيجي لك انت، كل ما الاجر هيجي لك انت. فيكون اسم مؤسسة فاعل خير الحمد لله رب العالمين علم في 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 اي مكان احنا بنروح فيه الحمد لله. كل الناس بتتكلم بتقول فاعل خير. مئات الابار، مئات الاسقف، انا بقول مئات، لا احنا عدينا عن 2667 بير. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين في كل ارجاء المعموره. ودايما نقوله احنا بنوعد كل الناس اللي ما عندهمش ميه وبنقول لهم مؤسسه فعل خير جايه، لازم احنا اللي هنيجي حتى لو ما طلبتناش. احنا بنسال ولينا رجالتنا اللي هي موجوده في الاماكن البعيده، عندنا البلد الفلانيه عاوزه 5 ابار، عاوزين التجمع الثاني عاوز 20 بير، عندنا. ولذلك هم يفاجئوا بينا واحنا جايين، فبيبقوا فرحين وفرحتهم بمؤسسه فعل خير اكتر من فرحتنا لما الميه بتوصل عندهم باذن الله رب العالمين. ربنا يقدركم ويجازيكم خير ويكتر يا رب من الناس اللي تبقى معاكم في مشوارك ده. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. هتكلم مع حضرتك في موضوع يمكن بيبقى جريء حبتين، لكن يمكن الساده المشاهدين اعتادوا على ده مني وعرفوا ان هي ليها طريق كده واسئله انا لا امنع نفسي عنها. وحضرتك قلت لنا في حلقه من الحلقات إن الصدقة بتدافع عن صاحبها في القبر. هو الواحد وهو في القبر بيحتاج حد يدافع عنه؟ الله أكبر. يعني محطة كبرى من محطات رحلة الخلود. أيوه. القبر ظاهره الحجارة والأسمنت والغفاء واللي بيعمل طوب واللي بيعمل سيراميك واللي بيعمل فرعوني على القبر، كل ده من بره، لكن داخل القبر إما رحمة وإما عذاب. قال النبي الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ولنأخذ هذا الموقف بجمل سريعة ورا بعضها. فعاوز حضرتك تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والسادة المشاهدين صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الموضوع مش سهل خالص. الموضوع ما هو سهل خالص. يحمل الرجل على الأعناق ويسرع به الناس ويقفون به على باب القبر. أول ما بنحط الجنازة على باب القبر ينادي القبر، القبر اللي بينادي على الميت يقول له: يا ابن آدم كنت محبوبا على ظهري والآن اشتد حبي لك، مرحى مرحى.
وإذا كان الرجل سيئا والعياذ بالله يقول القبر له: يا ابن آدم كنت مذموما على ظهري، والآن اشتدت كراهيتي لك، لا مرحبا بك ولا أهلا. ويدخل الإنسان إلى قبره ويدخله الناس، ويسرع الذي لحده بالخروج، ويغلقون عليه الباب ويحكمون عليه الإغلاق، إنه والله لن يعود، لأن الله قال: وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. وعندما يوصد الباب ويحكم الإغلاق في باب محكم وفي جو محكم الظلمات، الظلمات لا يكاد الرجل يخرج يده ولا يكاد يراها. لما بنسمع من أهالينا، وفي الحقيقة هو على مدار السنين، يعني لو بنتكلم اللي احنا في 2024 احنا لسه بنسمع الكلام ده، بيقولك احنا بعد الجنازة ومصلينا عليه صلاة الجنازة وطلعنا بيها عشان ندفنه، الكفن كان بيجري او الكفن كان بيرجع لورا. انا يعني دي جملنا، حد يقولك انا ما غبتش في الدفن دقايق، احنا طلعنا من المسجد الجنازة بتجري بتجري ما غبناش. طيب الحاجات دي ما بين الحقيقة واللا حقيقة يا شيخ ابراهيم، احنا سمعناها من اهالينا وما فيش حد بيشوفني مزاروش ملك الموت، سمعنا ده كل البيوت من جد الجدة الخال لعمة اهالينا الاهل الكبار، حضرتك الجدود الكبار الابهات العظام اللي هم ولاد الزمن الجميل، اللي الكلمة منهم كانت انطار، الواحد فيهم كان يقول كلمة حكمة يعيش ابنه عليها طوال عمره. طب هم جابوا الكلمة منين؟ النحش بيجري او الجنازة بتجري والجنازة ماشية بترجع لورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما يوضع الإنسان في خشبة الدفن يجد السعيد نهايته، يشوف رحمة ربنا، يشوف الملائكة، يشوف المصفين عاملين ممر شرف ليه، والملائكة عمالة تقول سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فيقول ايه الميت؟ ملائكة بتقول سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الميت بقى يقول ايه؟ قدموني 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 قدموني، ويجري. يبقى طاير، يبقى طاير، يبقى كأن اللي شايلين الجنازة مش شايلين حاجة خالص. طب التاني بقى والعياذ بالله، ايوه، اللي لا تصدق ولا وصل رحم ولا صلى وكان بتاع هواه ونفسه وشطانه، ده يعمل ايه؟ يشوف بقى المقارع والحديد والنار والدنيا مليانه دخان، يقول يا ويلتها اين تذهبون بها؟ انتوا موديني فين؟ ده واحنا ماشيين. فلما نروح عند باب القبر نلاقي القبر بينادي، فلما ندخل الراجل القبر والدنيا ضلمه كحل، هنا يتجلى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين على المتصدقين، فتنير عليهم أعمالهم ظلمة القبر. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يروح منور المقبرة. تاني حاجة يبعت ثلاثة، منكر ونكير أو مبشر وبشير، دي أسماء ملائكة الحساب. ثم واحد كده قاعد في ركن المقبرة لابس أبيض فأبيض، لحيته بيضة، حاطط مسك وبيبتسم، قول له قم يا عبد الله للحساب، بالراحة قم يا عبد الله للحساب. دي مع آخر أدم بتمشي من من المقابر. نعم، إنه يسمع قرع نعالكم، آخر واحد هيمشي يبدأ الإنسان يصحى مرة أخرى، فينادي هذا الرجل المبتسم يقول له السلام عليكم يا عبد الله، يقول له عليكم السلام، يقول له انت مش عارفني، يقول له لا، يقول له انا عملك الصالح، فين؟ هنا. انا صدقتك الجارية اللي انت عملتها، انا برك بابوك وامك، انا صلاتك اللي انت صليتها في وقتها وما ضيحتهاش، انا زكاتك اللي انت تصدقت اكتر من حقها،
الشيخ قال لك 2.5% عملت 3، الشيخ قال لك 5% عملت 10، الشيخ قال لك مره واحده في السنه عملت كل شهر بتتصدق. هنا وهنا فقط يناديه الملك: من ربك؟ من دينك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيك؟ هنا بقى الصدقة على الشمال والصلاة على اليمين والحج عند الراس والبر بالوالدين عند الرجلين. يجي الملك يصحيك، يمسكك ويشدك كده عشان تصحى من على اليمين. الصلاة تقول له: انت لا جاي منين؟ سيب من هنا. كانوا مصلين. الصدقة بقى من على الشمال، يجي الملك يجي يصحيه من الناحية دي، تقول: انت رايح فين؟ ده كان من المتصدقين. يبقى هنا دافعت الصدقة عن صاحبها وثبته الله لأنه من المؤمنين، إذ قال الملك سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا عند سؤال القبر: فإن سئل الرجل من ربك وما دينه وما تقول في الرجل المبعوث فيك، يثبته الله على الإجابة، يقول: ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث فينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقولوا له إيه بقى؟ نم نومة العروس، أحسن مخدة وأحسن مرتبة وأحسن طقم سرير وأحسن نور وأحسن يعني موبايل، يعني الدنيا كده كان ربنا سبحانه وتعالى مجملها عليه، محسنها له. وفوق كل ذلك تفتح له طاقة في الجنة. الله، تعال نشوف صدقتنا فين ونرجع ليكم مرة تانية. ابقوا معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عايزين والله وصلت مية، ما عندناش مية هنا، احنا قاعدين في الجبل في آخر الدنيا هنا، وأنا تعبانة والله، ما بقدر أشيل ولا أعمل ولا بقضي مصلحة، لو طلعت من على الاكسجين والله بتعب، وكل كل كل اسبوع ليا ب 300 جنيه علاج، والله حتى الغساله بيحتها والانبوبه عشان العلاج، وربنا اللي يعلم. وباتنا ساعه باكنس بيملانا حفار وقرف، وما تعبت الله من العفار والبرد، والحمد لله. عشان هنا بقالي 12 سنه 13 سنه من غير ميه، انا بملى المي بشحط اي تروشكل املى على المي. وليد بلاد ده عنده 3000 على الرقد، لا 3 سنين، وبديها كل يوم حد الفيوم بكشف على 700-600 جنيه. ما فيش فلوس ولا بنقبض ولا بنعمل، اللي اشتغلت يوميا مش شغال التاني. جيب بيعنا كل حاجة عشان خاطر الولي، فمش هينفع ان انا مثلا اطلع اقول للواحد الدين النهاردة هيديني بكرة ما يدينيش، واللي عطى ربنا سبحانه وتعالى. زوجته يا عيني بقالها 3 سنين عندها تليف تقريبا في الرئة، وعايش على الاكسجين 3 سنين، وعم السيد ظهره اصلا بيوجعه، عنده 3 بنات وعنده ولد صغير برضه بيرضع رضاعة صناعية عشان زوجته تعبان. عايزين نشيله من غلبة الدين، عايزين نشيله من غلبة قهر الرجال، ربنا ما يكتبها على حضراتكم. لازم نقف مع عم السيد فعلا، لان اهل القرية كلهم اجمعوا ان ده اكتر بيت محتاج يتساعد في القرية. لو طلعت من على الاكسجين والله بتعب، والحمد لله.
لازم طول ما احنا بنشوف الفيديوهات اللي بتطلع معايا على مدار الحلقة وعلى مدار الشهر الكريم كله نذكر ربنا كتير ونقول له احنا بنحمدك ونشكر فضلك ونعترف بما نعمه علينا ونعترف انه ادانا وادانا كتير قوي. الراجل ده محتاج ايه يا شيخ ابراهيم؟ عم السيد عنده الست بتاعته بقالها 3 سنين عندها تليف رئوي لا تستطيع ان هي تتنفس بشكل طبيعي، فمحتاجة ان هي قاعدة على انبوبة الاكسجين. انبوبة الاكسجين دي حضرتك عاوزة دخل لوحدها، عاوزة دخل لوحدها، فاحنا عاوزين نجيب جهاز اكسجين للست دي عشان نغنيهم عن كل يوم، يعني حتى ده لو معاه الفلوس كل مرة عشان يشحن الانابيب دي يروح الفيوم، يعني يمشي له مثلا 10 كيلو عشان يجي. طب الراجل حلته ايه؟ هو هيشتغل يجيب مليم عشان يصرف على اولاده، ولا عشان يعالج مراته، ولا عشان يجيب اكسجين، ولا عشان يجيب، ولا عشان يجيب؟ الراجل ده الله يعافينا ويعافيه، الله يصبره ويستره ويشفي له زوجته اللهم امين، باع كل شيء. حد بيشوفني وقرر يعمل لها السقف البيت، وقرر يعمل لها وصلة المية، والقرية اللي هم فيها محتاجين كم وصلة مية؟ الست دي عاوز اعمل لها السقف باربع اسهم سقف، وعاوز اعمل لها وصلة المية بتاعتها، وعاوز كمان اجيب لها جهاز اكسجين عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها، عاوز حد من اهل الخير يتكفل بعلاجها، لان هي محتاجة اكتر من 1500 جنيه علاج شهري في القرية. انا ليه مركز على الحالة دي؟ لان اهل البلد كلهم وهم محتاجين وزيها، بس قالوا لازم تروح عند عم السيد. يعني هم فقراء وعلى باب الله وبيعملوا معروف مع بعض، بيقول لازم تروح الاول عند عم السيد. فاحنا رحنا وعرضنا عم السيد، ومثله كثير، يعني هناك في البلد دي اكتر من 100 سقف، هناك في البلد دي اكتر من 200 وصلة مية عاوزين يخشوا للبلد دي، عاوزين كمان في هناك اكتر من 10 بنات كل خلاص كبروا، ولما بقول كبروا يعني وصلوا لدرجة انه ما ينفعش يقعدوا بعد كده، ما ينفعش يقعدوا بعد كده، لان هناك مجتمع ليه طقوس وعادات وتقاليد. نساعد البنات دول كمان، اللي نقدر نجيب لها ثلاجة، اللي نقدر نجيب لها بوتاجاز، اللي نقدر نجيب لها غسالة، اللي نقدر نجيب لها اي حاجة من الحاجات الاساسيات بتاعت الزواج، وهي صدقة جارية ايضا. طيب حد من في احنا خلاص احنا فاضل لنا ساعات وندخل الجزء الثالث من الشهر المبارك او ثلث الشهر المبارك الاخير، وندور بقى على الليله الوتريه. حد دلوقتي بيقول لك انا هطلع زكاه مالي واساعد الناس دي، انا هعمل صدقتي النهارده. وحضرتك لما النهارده يبقى 19 رمضان، يبقى احنا ما بقيش غير ساعات ورمضان يخلص، مش ساعات ونخش العشر ليالي، خلاص رمضان بيلملم اوراقه. الايام احنا كنا لسه امبارح بنقول اهلا رمضان. صح. اوعى حضرتك تكون لسه عامل ترتيبك انك لسه هتعمل حساباتك في العشر الاواخر. هتتاخر، ولو يوم واحد جالك ظروف ما انتش عامل حسابها ممكن تطلع من السباق. صح. ممكن تطلع من السباق، استعد من النهارده، اقعد مع ناسك النهارده، هات المحاسب بتاعك النهارده، وافطروا مع بعض في الشركه، وقول له بعد صلاه التراويح تديني التمام عليا قد ايه، وجنب المبلغ اللي عليك، ويلا بادر بالانفاق عشان ربنا سبحانه وتعالى يدركك في ليله من ليالي القدر، وعسى ان تكون حقك فيها، وتكون انت ممن عبد الله بصدقه تساوي 83 سنه اكر. هاخدك ونرجع لكلامنا والأفكارنا وحياتنا اللي بنعيشها مع بعض. يجي حد من أهالينا الغاليين قبل ما يتوفى كده يقوم إيه قايل أنا هدفن مع أمي وأبويا، أنا هدفن مع أخويا فلان، أنا هدفن جنب جوزي، ويوصل الوصايا دي ويبقوا حريصين جدا عليها، ويختاروا اللي هم واثقين اللي هو ينفذها لانه يملك ده، ويجي المحمل بالوصيه ينفذ وصيه ابوه اخوه امه ايا ما كان.
جده جدته. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. هو في فرق من اللي أنا رغبتي اللي أنا أدفن جنب فلان أو جنب فلانة وأنا مش ميت وهم ميتين؟ الوصية الشرعية، الوصية الشرعية أن يوصي الرجل، وهذا شرع، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: من بعد وصية توصون بها أو دين. يبقى الوصية موجودة، الوصية شرعية، ولكن يجب على الوصية أن توافق الشرع وتكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن كانت الوصية وصية فيما يرضي الله ورسوله وجب على من سمعها تنفيذها، وإذا كانت وصية في غير ما يرضي الله لا يجب على المستمع تنفيذها. يعني مثلا الراجل قال ادفنوني مع ابويا، ادفنوا مع ابوه، ادفنوني مع امي، ادفنوا مع امه، مع زوجته، ادفنوا مع زوجته، اعمل لي بير، لازم تعمل له بير، اعمل له وصله ميه، لازم تعمل له وصله ميه، يا اولاد انا نسيت نفسي اعملوا لي صدقه جاريه، لازم اعمل له صدقه جاريه، كل ده لازم يتعمل، اعملوا لي الجامع اللي انا كنت بصلي فيه، افرشوه يا اولاد عشان الناس تصلي فيه في رمضان ويدعوا لي، لازم. انا كان الجو بيبقى حر، اعمله في المسجد ده مراوح، لازم تعملها، كل ده فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. عظيم. لكن لو قلنا بقى واحد جه قال يا جماعه لو انا مت الصبح خلوني لتاني يوم عشان الواد على ما يجي من السفر، هذه وصيه غير واجبه التنفيذ. لو قال انا عشان اموت لازم تجيبوا لي فراشه من اول الشارع لاخر وتجيبوا لي شيخ ما حصلش وما نزلش المنوفيه، هذه وصيه غير واجبه التنفيذ. لو الراجل قال انا لما اموت اخويا ما يمشيش في مشهدي، اخويا ما يقفش ياخد عزاي، أيوه. اخويا ما يعملش مش عارف مين، فلان الفلاني ده انا محرمه دنيا ودين، ايوه، لا يجب تنفيذ هذه الوصيه. عظيم. المقابر بقى وهو داخل يقابل وكي كريم وخلاص هو في مستواه الاخير وهيحاسب، بتفرق هو فين وجنب مين؟ يجب علينا ان احنا بدم هو قال انا وديه، يعني هو هيشعر هو فين؟ ده هيشعر وهم هيقابلوه وهينبسطوا وهيعملوا له احسن حفل استقبال حصل في حياته. ده مش اللي جوه بس التربه اللي هيقابلوه، ده كل محيط الموتى هيقابله، وهيسألوه عن كل حاجة، عيالك عاملين ايه؟ زوجتك عاملة ايه؟ خفت ولا مخفتش؟ امك عاملة ايه ولا ابوك عامل ايه؟ جارك عامل ايه؟ نسيبك عامل ايه؟ امال القطة اللي احنا كنا سايبينها عاملة ايه في البيت؟ قال صلى الله عليه وسلم يسأله الاموات عن كل شيء حتى عن هر البيت. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. يعني ما حد يبقى عايز يروح جنب حد هو بيبقى اختار يبقى وصيهم ويكمل بقى اللي جاي معاه، رايح هو طالب لابوه لان ابوه عايز يقابلهم، ابوه كان راجل طيب، ابوه كان راجل صالح، يبقى القبر اما روضه من رياض الجنه، فهو هيروح على روضه من رياض الجنه على ما ربنا يزود له الجزاء بتاعه، كمان هيبقى خير في خير من خير، هيبقى نور على نور في نور. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. احنا محتاجين بير لهذا المسجد لبيت الله سبحانه وتعالى، محتاجين بير ضروري في الماء في هذا البر سبحانه وتعالى، بيرنا للشرب وللمسجد وللوضوء ولكل حاجه، يعني اللي يجي المسجد ما يلاقيش ميه ما ينفعش بلا ميه، مفيش حاجه بلا ميه خالص. النهارده واحنا في مطروح بنحاول نوصل لك الصوره للمشاهد الكريم والناس اللي بتتابعنا، لما نقول لك عندنا اكتر من 200 بير لاهالينا في مطروح، المسجد قدام حضرتك اكتر من 200 مسجد لاهالينا في مطروح محتاجين ابار، والبير قدام حضرتك بيشتغلوا فيه، انت النهارده فين من هذا الكلام؟ النهارده لما تسمع ان فيه ناس ما بتصليش عشان ما فيش ميه، طب في ناس لو لقت الجمعه جت او عايز يخش يصلي ويلحق الجماعه بيتجه
بيتيمم بيتيمم، يعني معنى كده ان مفيش مية، معنى كلمة مفيش مية يعني مفيش حياة. محتاجين مية عشان المية عندنا ما عندناش مية خالص هنا، يعني شوف واحد اثنين ثلاثة ثلاث حواشين ما فيهمش مية خالص هنا، بتاع أربع حواشين خمسة ما فيهمش ولا مية ولا حاجة ولا. وإذا وجد الماء في المسجد قام برسالته، وإذا لا يوجد ماء في المسجد تكون رسالة المسجد ناقصة. هذا المسجد يحتاج إلى بئر حتى يتم رسالته، مش موجود فيه مية خالص، الناس بتيجي عشان يصلوا الجمعة أو يصلوا الصلوات ما بيلاقوش مية بيرجعوا تاني. حتى الأهالي هنا قالوا لنا احنا بنتيمم بالأرض بالتراب عشان واحد فينا يخش يصلي. احنا بنحاول ننقل لك صورة لأهالينا في مطروح، صورة المسجد اللي قدام حضرتك بنقول لك ما فيش مية، فتحاول قدر الاستطاعة، ونحاول جميعا ان احنا نشوف طلبات الناس دي ايه، نشوف قدر الاستطاعة. احنا عايزين نسعد الناس دي، لان اللي يسعد الناس دي ربنا هيسعده، واللي يجبر خاطر الناس جبر خاطره رب الناس. فأعطي ما دمت تستطيع حتى تعطى اذا ما احتجت. المسجد ده محتاج ايه والناس هناك بتتعامل ازاي؟ المسجد ده محتاج بير على وجه الحقيقة وجه الصورة، لانه حواليه طرق من كل جانب، يعني مسجد مأموم، مسجد العربيات لما بتروح هناك حضرتك عشان نصلي العربيات واقفة على الطريق عشان سمعوا الأذان وعاوزين يصلوا، فلما ييجوا عاوزين يتوضوا فما بيلاقوش مية للأسف الشديد. حاجة من اتنين، يا إما يتيم عشان يصلي، يا إما يغادر المسجد مرة تانية عشان يتوكل على الله ويشوف مسجد تاني فيه مية. إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حاجة الناس هناك للمية أكتر من حاجتهم للأكل والشرب، حاجة الناس في الصحراء للمية أكتر من حاجتهم في كل عن كل حاجة، كل احتياجات اللي في مخيلة حضرتك اللي انت عاوزها هنا وانت على الأريكة، هناك أحلام بالنسبة إليهم، أحلامهم أن يشربون ماء. ويقول لك حط لي مية، احنا المسجد واحنا بنعرضه حطينا فيه جنبه براميل، جنبه براميل العيال هيلعبوا فيها والكبار هيحطوا ايديهم فيها، محدش عارف الايد فيها تراب ولا في ايد فيها ايه ولا غير ايه، ولا هجيب المية دي واحطها على وشي، يعني شيء صعب جدا، شيء قاسي جدا على الناس ان هم ما يلاقوش مية حتى للعبادة بتاعة ربنا. البير زي ما احنا شايفين هم عملوا فيه جزء، عملوا فيه شوية عشان محتاج استكمال، محتاج استكمال. لما يتصل بيا المهندس محمد ناجي ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، الشهر ده هو بتاجر مع ربنا مرة واثنين وثالث مرة، وانا جاي للحلقة النهاردة يقول انتوا عرضتوا المسجد اللي هو كان عنده بير، والشيخ عبد الحميد قال 25,000، قلت له فعلا البير هيكمل ب 25,000، لكن هعمل بير للناس ولا اعمله للمسجد؟ قال لي كمان للمسجد، اقول له يبقى انت هتدفع 30,000 عشان انا هعمل كمان خزان للمسجد، هعمل كمان مطور للمسجد. وفعلا وفعلا الراجل اخر الدنيا في ايده، هو ده الراجل المؤمن اللي احنا عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه وفي ماله ويعطيه قدر ما سأل. اللهم امين يا رب العالمين. طيب المتصدقين بقى على الارض، اكيد ربنا بيبقى قد ما دام اختار عباده يفك بيهم حوائج الناس، هو ربنا اللي بيختاره، محدش شايف نفسه حاجه. صحيح. لما بيرحلوا بقى وبيبقوا بين ايادي ربنا سبحانه وتعالى، لا حول لنا ولا قوه، فيش حد يقدر على اي حاجه، فيش غير اعمالهم اللي عملوها والشهاده اللي نطقوها، ودنيتنا دي كلها خلاص مش بتدافع عننا في اي وقت من الاوقات، بيبقوا عاملين ازاي في الاخره بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى الكريم وربنا سبحانه وتعالى الحليم يعطي عباده اللي هو اختارهم ووفقهم للصدقه، اختارهم ووفقهم للهدايه،
اختارهم وهم قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فهداهم الله صراط الذين أنعم عليهم ولا هم ضالين. لما ربنا سبحانه وتعالى بيختار الناس دول فأكيد عين لهم حاجات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مفيش في دماغك، شوف حضرتك بتفكر الجنة شكلها ايه؟ لا هي أعظم من اللي في دماغك. حضرتك بتفكر، أنا أقول لك على لقطة واحدة، لمحة واحدة، وهي استقبال الحور العين للمتصدقين. حور العين هيستقبلوا المتصدقين ازاي؟ يقولوا للمتصدقين مرحى واهلا، طلبنا من الله ان ينعمك بنا وطلبناك زوجا لنا. هم اللي بيخطبوك لنفسهم، هم اللي بيخطبوك لنفسهم. ارأيت الحور العين؟ الحوراء شديدة بياض العين مع شدة سواد النني. شفت الجمال الرباني اللي مش كده. ويلبسون سبعة اثواب، سبعة أسواب، ويرى مخ ساقهن من فوق ذلك. المية اللي ماشية في العظم باينة من السبع أسواب. شفت أرأيت جمالا أكثر من ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال نحن لا نبيد أبدا، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الخالدات فلا نبيد. لو نظرت حوراء من ثقب إبرة من الجنة على اهل الارض لثبت الرجال جميعا، يمشي يقول الله حي من شدة جمالها. انت بقى ربنا هيديك 70 حوراء. يا ايها المتصدق الجميل الكريم، يا ايها المتصدق الذي جعلت الدنيا في يدك، الله سبحانه وتعالى يعطيك 70 حوراء يخدمونك. ده الخدم خدمك 70 حوراء. ربنا سبحانه وتعالى قال أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فكن من أصحاب اليمين، وكن ممن سارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. كن من الذين آمنوا، الذين أنفقوا أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية حتى يعطيك الله الأجر، فلهم أجرهم عند ربهم حتى يرفع الله عنك الخوف والحزن، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، تعالى ناخد الفيديو الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. أنا مريضة كانسر، وزي ما انتوا حضرتكم شايفين اهو، شايفين الوضع اهو، السقف، وانا ظروفي ما تسمحش باي حاجه ان انا اعمل اي حاجه خالص. يعني انت عايزين قاعد جنبي مش هيعرف يطلع يجيب يشتغل ولا يعمل جمعيات ولا يعمل حاجه عشان يعمل زي كده. يعني انت عايزه توضبي السقف دي بسقف القطن دول؟ عايزين توضب، عايزه توضبيهم. الشتاء بتيجي علينا، انت ما تعلمش ان ساعات الشتاء بتيجي انا بعيط بالدموع وبقى حاطه الطشوطه والحاجات كده، والدنيا دي بتغرق وبتعب تعب. يعني انا السنه اللي فاتت تعبت وكنت لوحدي، كل يوم اقول يا رب يا رب يا رب، انا نفسي اعمل القطن دول، والراجل يقول لي هو نصيبنا كده، احنا كده مكتوب لنا كده، ده مكتوب لنا، ده نصيبنا. اوعدك ونوعد كل الناس اللي هي بتشوفنا ان الحالات دي من هتبقى من اول الحالات اللي مؤسسة فاعل خير هتهتم بيها، عشان الظروف بتاع حضرتك وعشان السقف اللي احنا شايفينه انه فعلا قايل السقوط، لان تعبك هو تعبنا والمك هو المنا وحزنك هو حزننا. شعار مؤسسة فاعل خير فاستبقوا الخيرات، الخير هو شعارنا في الحياة، ومؤسسة فاعل خير هتوصل الخير لكل الناس. انا مريضة كانسر، كل يوم اقول يا رب يا رب يا رب، انا نفسي اعمل القطن دول، والراجل يقول لي هو نصيبنا كده، احنا كده مكتوب لنا كده. عايزه منكم تساعدوني بس اعرج البيت ده، او لو حتى اوضه واحده بس والميه، عشان ظروفي تعبان وربنا اللي يعلم بيا بس. ربنا يا رب يجازيكم خير يا رب في اللي انت تعمله، ومعايا عيال وجوزي شغال ارزاق. محتاجة تعرشوا لي لو حط أوضة ودخلوا لي المية، بس أنا مش طالبة حاجة كتيرة. يعني اللي
النهارده احنا مش محتاجين حاجه. الست بتقول انا مش محتاجه حاجه غير محتاجه شويه ميه، محتاجه اوضه واحده ان هي تعرشها تقعد فيها هي واولادها، وتقعد فيها هي وزوجها اللي شغال على دراعه يوم يشتغل وعشرة لا، فيا دوبك مكفيهم اكل ومكفيهم شرب ومكفيهم علاج. النهارده تكون سند لهؤلاء الناس، والنهارده تكون قبر لهم، عشان لما تكبرهم النهارده ربنا هيكبرك بكره. محتاجة تعرفوا لي لحطوا ودخلوا لي مي، بس انا مش طالبه حاجة كتير يعني. هو صحيح يا شيخ ابراهيم الواحد لما بيرضى بالمكتوب ربنا بيسهلها له؟ اكيد اكيد، يعني الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. لو ربنا سبحانه وتعالى ادى للقلب برد الرضا كل صعب هيهون، كل صعب هيهون. اللي عليك يرضى بس باللي بيعمله ربنا، ما تشغلش دماغك بس في الـ في الـ في, الـ في الحياه، لانك انت هتعقد الدنيا. عارف حضرتك فتله الخيط اللي هي بتبقى في الابره دي وهي فتله كده، لو اشتغلت براحتي كده هعمل، انما لو استعجلت الفتله دي هتتعقد وهتتقطع. اسيب ربنا هو اللي يشتغل لي، اسيب ربنا هو اللي هيشتغل لي. عبدي عبدي خلقتك للعباده فلا تلعب، وضمنت لك الرزق فلا تتعب. انا ضمن لك رزق، اللي لك لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر على ماضغيك يمضغاه فلا بد ماضغاه. والله عندهم كميه رضا نخجل منها. طيب احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى كويس جدا، يمكن في الموسم ده بالذات احنا اتكلمنا في ده كذا مره، ان الرزق مش احنا اللي بنروح له، ده هو اللي عارف عنواننا. صحيح. وان سبحانه وتعالى تجلى في امر الرزق لانه كان لا يثق في احد انه يجعل احد على رزق احد، فاختار ان هو يبقى الرزاق والوهاب اللي على الارض وفي الكون لكل دبه وكل انسان وكل طير. الله. احنا عرفنا ده، لكن هكلم حضرتك في امر بقى تاني. هو ربنا بيرزق الحي، عرفنا رزق الحي، هو بيرزق الميت؟ الله سبحانه وتعالى جعل حياة في الآخرة حياة فيها رزق وفيها أكل وفيها شرب وفيها نعيم وفيها حساب وعقاب، ولكن بكيفية يعلمها من قدرها. لكن يرزق الميت بإيه؟ هو اداله ولد وخلى الولد ده يفتكر أبوه بصدقة جارية، فأصبحت الصدقة الجارية اللي الواد بيعملها لأبوه بعد موته رزق لهذا الرجل، يتمناه ويرفعه ويرفعه قدرا ويرفعه درجات في الجنة ويفرح به كما لم يفرح به في الدنيا. هذا رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى للإنسان بعد موته. ولخصه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يصل ثوابهن إلى الميت وهذا رزق. سبع حاجات يصل ثوابهن إلى الميت وهذا رزق. دعاء ابنه له، أو مصحفا ورثه، أو نهرا أجراه. نهرا أجراه ده هو المصحف البيل اللي ورثه، اللي احنا بنعمله صدق أو نور على روحه، اللي احنا بنقرأ فيه، اللي الأب بيقرأ فيه وساب المصحف ده ابنه هياخده يقرأ فيه كمان. أيوة. لكن أنا برضو عملت مصحف ووديته للمساجد، كل واحد في رمضان هيقرأ في المصحف ويهديله ثوابه هيصل ثوابه إلى المسجد. يبقى نهرا أجراه اللي هو البير اللي عمله، اللي هي وصلة المية اللي عملها، أو مسجدا بناه. المسجد انت حطيت سهم في المسجد، أو بيتا لابن السبيل بناه، عملت باب، عملت بيت، وعملت فيه أكل وشرب، وعملت فيه مهدته الناس وأنا على الطريق، عربية تعطل، جه وقت المغرب، فضلهم، اقعدهم، افطرهم، وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم. ده هيتن في صحيفة أعماله إلى يوم أن يلقى الله. طيب احنا في الأيام دي، وأيام غالية قوي على ربنا سبحانه وتعالى، وصرف لنا فيها كل حاجة حلوة، وضاعف فيها الأجر، وكمان ليه وعد إن هو هيضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. طيب في حد قال أنا أبويا وحشني، أنا أمي وحشتني وعايز أعمل صدقة. الأيام دي هو وعاء الخير، هي موسم الخيرات والبركات والنفحات.
اوعى الايام دي تسيبك، اوعى الايام دي تسيب حتى بالقليل. انت ما معكش 30,000، عملت لك سهم في البير 5,000. صح. انت ما معكش، ما انتش هتقدر تعمل في البير، اعمل في المسجد ب 5,000. ما معكش 5,000 ومعايا 3,000 ويا دوبك بالعافيه وشايلاهم من المعاش بتاعي، تعالي وانا هعمل لك وصله ميه. مؤسسه فعل خير منكم وبتاعتكم، وهي ليكم، وهي بتقوم على مساعدتكم انتوا. احنا بالنسبه لينا مستنيين الاتصالات، مستنيين في ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه. كل حد شافني النهارده لازم يبصم معانا في الخير، لانكم على ابواب 10 ايام فيهم ليالي القدر. دي مش 10 ايام، دول 83 سنة وعشر ايام. طيب حد بيشوفني، ربنا يوسع علينا كلنا اللهم امين ويبارك. حد بيشوفني ربنا رزقه برقم في البنك وهو شايله وما بيجيش جنبه، والرقم ده بيطلع له ريع معين او كواديع بتطلع حاجة معينة وبرضه شايلها وما بيجيش جنبه، يجوز على المال ده صدقة او على زكاة؟ يطلع من المال ده زكاة؟ كل مال، كل مال فائض عن الحاجة بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب منه اخراج زكاته، يجب منه اخراج زكاته. بقول يجب ما بقولش يجوز. فالزكاة في المال اللي هو الزائد عن الحاجة اللي هو محطوط حضرتك في الـ في الـ في البنك لازم يخرج منه 2.5% عند راس كل سنة. ويا بختك لو عملتها في رمضان، يا بختك لو عملتها في رمضان. الجدعن وجري وساعد وشارك اهل الله سبحانه وتعالى اللي هم الارامل واليتامى والمساكين والفقراء وفي سبيل الله وابن السبيل. كل دي ابواب الخير مفتوحة، ما تسيبش نفسك وما تنساش نفسك، ولازم تطلع. قرر يعمل مسجد ويكتب عليه اسمه وعايز يقابل ربنا ويقابل وجه كريم ان هو عنده مسجد باسمه. ده لو بنى مسجد كامل باسمه ومحدش بقى شريكه فيه، بقى ده زي القصر بتاعه. حد من الجيران يقدر يدعي ملكية شبر واحد في الفيلا بتاعته؟ لا طبعا، محدش يقدر، لان عليها رقم لوحدها وكاتب عليها اسمي، ومحدش يجي الناحيه دي، محدش يجي الناحيه دي. كذلك المسجد اللي هو عمله كله من غير ما حد يشارك فيه بقى بتاعه، هيبقى في الجنة يعبد ربنا فيه ويقابل اصحابه فيه، ويتمنى ان ما كانش مسجد واحد، ده كانوا 2 و3 و4 و10. طيب هو محطة مية، محطة تحلية ماء لقرية عندكم بتساوي 7,000 فرد، ينفع جزاء زكاة ماله مردود له؟ زكاة المال لو اتعملت في محطة مية كلها ال 190,000، ربنا سبحانه وتعالى هيديه اجر ال 8,000 بل ال 10,000 وال 15,000 اللي موجودين في البلد. طيب هو استاذ احمد سباحي بيقول لي قدامي دقيقه، بس انا هسال السؤال ده. بالنسبه للذهب اللي السيدات بتتزين منه وهم مش حاطين نيه البيع ليه، هو ذهبهم ربنا يا رب يزيد ويبارك وموجودين لكن هم مش بيبيعوا منه، هم بيتزينوا بيه، عليه صدقه؟ اي حاجه يقتنيها الانسان وتقتنيها المراه، الذهب اللي معاها عليه زكاه تقومه 2.5% وتطلع عليه الاجر بتاعه. وهنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يا اسماء اخرجتي زكاتها؟ دخلت عليه وهي فئتها اسوره ذهب، قالت له لا يا رسول الله، ما هو كان في واحد بيقول اللي هي لابساها معلش. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لها اتحبي ان يسورك الله بها في جهنم؟ طب ابن جاب لامه الغوايش دي او الاساور دي او الكارترات دي او السلاسل دي تطلع عليها زكاه برضه؟ بقى بتاعها، بتاعها، بقى بتاعها تطلع 2.5. نورتيني وشرفتيني طلبات حضرتك كل مره وكل يوم، واحنا لبعض باذن الله رب العالمين. محتاجين 100 بير في مطروح المساجد، محتاجين دلوقتي وصلت المساجد 50 مسجد عاوزين ابار، عاوزين 150 بير في بني سويف والمنيا،
عاوزين كمان 200 وصلة مية في الفيوم، عاوزين 300 سقف في بني سويف وفي المنيا، عاوزين نكمل الثلاث محطات مية ونص عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كرم لا مثيل له. نورتني وشرفتني مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي، ودايما الدقائق معاك بتفوت وبتدخل القلب في ثواني. كل يوم وحضرتك طيبه. اشكرك. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. يا رب نكون كنا ضيوف خفاف عليكم. انتظروني غدا في نفس الميعاد. كانت معكم نهال طايل في امان الله.